فهذه هي اللي مأثرة على عملية التنظيف، وإنما النظافة موجودة بس تبقى نظافة الشخص الموجود أو المحلات الموجودة. يعني أنت أخذي مثل السيارة، بعد ما تحركت يمكن مترين أو ثلاثة إجا صاحب المحل دب بالرصيف البصاخة وترك الحاوية، أنا لاحظته وصورته أكثر من مرة وبنفسي أنا لاحظته وانطيته لصاحب المحل ولا يخجل، المشكلة الخجل غير موجودة. طيب. مثل ما اليوم العمل ليس هو فقط للعامل، يعني هو يعني احنا العامل البلدية يعني خلاص حكمناه لأنه نعطيه أجر 300-400 ألف، مفروض تعاون بين الأهالي يعني أيضا، يعني عيب أنه من يحس نفسه كبير عن عامل البلدية. عامل صح. البلدية هو أنا أعتبره أشرف مهنة الرجل هذا اللي يقوم بها، لأنه هو النظافة والصحة عنده، بس مع الأسف المقابل ما يقدر هذه الموجودة. طيب. يعني احنا أنا أتذكر كنا من كنا صغار في شارعنا لحد الآن أتذكر كل جمعة نسوي حملة احنا لبيوتات نطلع ننظف، ما يوم نشوف أبو البلدية يجي يشيل النفايات يشيل كذا، بس نظافة الشارع والشي اسمه علينا احنا. مع احترامي وتقديري لهن العمل مشترك، العمل تضامني، اذا كان الشارع وصيخ فهو على دليل الموجودين. وانا ليش قلت لك هو تعاون بين الاهالي سيادة المحافظ، يعني يكون تعاون بين الاهالي هذا اهم شيء. سيادة المحافظ حتى لا يداهمنا الوقت.